انا لسه كنت هكلمه في الموضوع ده دلوقتي. نبني دور واحد عشان اصلا يا دكتور انا عامل مشروع. انت تمنيت هو ده اللي كنت هكلمه فيه. حكم البائد اتمنيت عرض مشكله الشباب بالاسكان بالخامات المحليه بالجريد والحوائط الحامله والطوب الطفلي اللي احنا هنبنيه بايدينا ده مشروع قومي. يا حمزه يا حمزه يا كلام بقى ما اسف بعدين بكره قصاص ولا بس قصاص بعدين انت ده موضوع لازم موضوع اهم من موضوع ده هو بقى النبي خلاص اخوانا خلاص اخوانا احنا كنا قاعدين بقى هو اديني حامل التليفون بتاعه التليفون معروف ازاي عشان اجيب لك المدير انا وانا جاي هديهولك انا وانا جاي هديهولك خلاص يا جماعه ممكن تسيبوا شويه بقى كانوا عسل